بعد القيام بإحداث مدرسة الفرصة الثانية للجيل الجديد الإدريسي لمهن الصناعة التقليدية، وبعد لواحد الفترة زمنية لتتجلى في الدورة الأولى، كانت الحمد لله واحد التفوق لبعض المستفيدين والمستفيدات من المركز، وخاصة في شعبة الطبخ والحلويات. خدينا هذه المبادرة أن نقوم على دوريا بتتويج المتفوقات والمتفوقات خلال كل مرحلة أو كل دورة تكوينية لتتجلى 3 شهور على كل مدة زمنية. بعد المتابعة اللي قام بها الدكتور محمد نجمي مع المستفيدين والمستفيدات، بانت واحد المفاجآت. هذه المفاجآت نسميها مفاجأة طيبة، أن بعض الخريجين أو بعض المستفيدين من المركز حاصلين على بطولة، خاصة بطولة في المصارعة الحرة، لا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى العربي. إذن هذه واحد المفاجأة، واحد المبادرة اللي تنحاول من خلالها أن نحاول ننشرها إعلاميا ونوزعها إعلاميا، باش نرفعوا من المعنويات بالنسبة لهذا الشاب اللي تأخذوا معه الحوار بعد قليل. وأيضا مفاجأة أخرى أن أحد المستفيدين من المركز حتى هو حائز على ميدالية في الألعاب القوى. إذن هذه مبادرة تنشيد لا يجب منا مرور الكرام، خصها تكون واحد الإشادة بهاد المستفيدين، وخاصة الحاصلين على هاد المراتب لا في المصارعة الحرة ولا في الألعاب القوى. سي المهدي، شاركت مؤخرا في البطولة ديال العصبة ديال المصارعة، شنو هي اللي حفزك باش تشارك في هذه المصارعة سي المهدي؟ رغم الصعوبات ديال لونطريمون وداك الشيء، كاين الوالدين ديالي هما اللي كيساندوني قبل هذه البطولة، وكي الحمد لله حصلت على المرتبة الأولى، وهذا الشيء اللي كاين. وسي المهدي، أنت مسجل في الجمعية ديال الفرصة الثانية، في أي تكوين مسجل فيه سي المهدي؟ في مركز فرصة الثانية ديال لا كويزين فندقة. توصف لنا سي المهدي انك جمعتي ما بين الفندقه والمصارعه، الرياضه المصارعه. عادي خصك تفرق بيناتهم، الخدمه خدمه والرياضه رياضه، المهم تفرق بيناتهم، فهمتي؟ صافي هادشي اللي كاين. الطموحات ديالك مستقبلا سي المهدي؟ العالميه، اولمبيات، وغنشارك في اولمبيات. بسم الله، اسمي امين، وكنتمي من المستفيدين في جمعيه فرصه ثانيه، وكنت شاركت واحد المسابقه ديال العدو الوظيفي، جاب الله التيسير، وكنتمنى هذه الجائزة تحفزني على جوائز أخرى إن شاء الله.